السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، وان شاء الله فترة تعدي وكل حاجة ترجع زي الاول واحسن ان شاء الله. انا دكتورة رنا، مدرس مساعد مايكرو بالاسم. النهاردة هنشرح مع بعض سكشن باي كيميكال رياكشن. قبل ما نتكلم على باي كيميكال رياكشن ويعني ايه اصلا باي كيميكال رياكشن، عايزين نرجع سريعا نقول الدايجنوز كان ايه، عشان اقدر اقول لك هو باي كيميكال رياكشن كان موقعها فين من الدايجنوز. دلوقتي لما بيجي اي واحد عنده انفكشن بيجي عشان اعمله دايجنوزس، خلاص ليه؟ عشان اديله انتيبيوتيك المناسب للاورجانيزم اللي عنده ده، صح كده؟ طيب كان عندنا طريقتين من الدايجنوزس، كان حاجه اسمها دايركت ميثود وفي حاجه اسمها اندايركت ميثود. الاندايركت ميثود دي ان احنا كنا بندور على ايه، على انتيبوديز اللي هو الاميون ريسبونس بتاعك ضد البكتيريا او ضد الاورجانيزم ده. طب ايه الدايركت ميثود؟ الدايركت ميثود معناها ان انا هدور على الاورجانيزم نفسه، او هدور على جين بتاع الاورجانيزم، او بدور على الانتيجين بتاع الاورجانيزم. بالدايركت بتاع الاورجانيزم نفسه، او بدور على الانتيجين، او بدور على الاورجانيزم بتاع الجين بالايه، بالبي سي ار. طيب في الدايركت دايجنوز بقى، انا بدور على الاورجانيزم دي، كنا اول حاجه بنعملها مع بعض هي ايه، هي الجرام ستيننج. خلاص احنا عملناها مع بعض في السكشن. كنا بنعمل ايه؟ كنا بوريكم ان احنا بناخد من عينه حاجه اسمها بكتيريا سسبنشن واعمل لها جرام ستيننج. قلنا ايه فايت الجرام ستين؟ قلنا ان هو بيخليني اعرف المورفولوجي واعرف الرينج بتاع البكتيريا، بيديني فكره يعني هي البكتيريا دي ايه. والحاجه الثانيه بيخليني اقرر انا هزرع على انهي اطباق من الكالتشر نيدي. طيب يعني مثلا لو عندك جرام بوزيتيف احب ازرع على بلاد نيوترون، لو عندك جرام نيجاتيف احب ازرع على ماكونكي. خلاص يبقى اول حاجه في اي عينه كنا بناخدها، لما اجي اسالك اي عينه، واحد عنده ابسس وخدنا منها بص، واحد عنده فارنجايتس وخدنا ثروت سواب، انا عشان اقول لك اي عينه بتعمل فيها ايه، ما ينفعش تقول لي انا مش عارف. لازم تبقى عارف ان في ستبس او سكيم بنمشي عليها، وكل اورجانيزم بيبقى عنده حته زياده كده، يعني بيبقى عنده يعني طريقه معينه في الانتيفيكيشن، او مثلا بيبقى عنده هو شكل معين، سيلكتيف ميديا معينه. تمام. فايه بقى السكيما؟ ان اول حاجه بعمل حاجه اسمها ايه، دارت فيلم ستينجز جرام. خلاص نمبر 2 ان بعمل ايه، ايزوليشن على كالتشر ميديا اكوردنج تو الاورجانيزم ده ايه. وبعد كده بيطلع لي ايه بقى، بيطلع لي تاني يوم كولونز على الطبق لو كان في انفكشن فعلا. هناخد بقى من الكولونز دي اعمل منها فيلم تاني. تمام. وبعد كده بنعمل باي كيميكال رياكشن. باي كيميكال رياكشن فين؟ هو ده اللي بيجي بعد الفيلم من على الايه، الطبق. ساعات بنعمل حاجات كونفيرماتوري كمان في بعض الاحيان، لو في توكسين مثلا دور عليه، لو في انتيجين معين بتاع البكتيريا دور عليه، عشان اقول ان دي فعلا الاورجانيزم الفلاني. يبقى الباي كيميكال رياكشن كده احنا عرفنا موقعها فين من الدايجنوز، عشان تبقى فاهم نتكلم ايه عن ايه. طيب هو ايه الاي ال اس او الانتندد ليرنينج اوتكمز؟ المفروض في نهايه السكشن ده تبقى عارف الديفرنت تايبس اوف باي كيميكال رياكشن، وتبقى عارف البرنسيبل بتاع كل باي كيميكال رياكشن فيهم، يعني ايه الكونتنت بتاعته وايه فكرته جايه على ايه، يعني قايمه على ايه. خلاص كمان تبقى عارف ايه انك تعمل انتربريتيشن ريزلتس، تبقى عارف شكل البوزيتيف ايه وشكل النيجاتيف ايه. يبقى اكسبلين، بتبقى عارف اكسبلين ذا برنسيبلز اوف ديفرنت باي كيميكال ايدنتيفيكيشن تيست، وتبقى تعمل انتربريتيشن ريزلتس اوف ديفرنت باي كيميكال ايدنتيفيكيشن تيست. البايكيميكال رياكشنز عندنا هما كام كاتيجوري؟ هما 3 كاتيجوريز. خلاص انا بشوف انزيمز برودوس باي بكتيريا اللي هما مين، كاتاليز واوكسيديز كواجليز جيلاتينيز يوريز. يعني ايه؟ بشوف البكتيريا اللي عندي. المفروض دلوقتي انا عندي ايه، لو احنا اتفقنا مع بعض احنا كنا نعمل فيلم، بعد كده ايه كالتشر، بعد كده فيلم تاني، ويطلع لي بقى ايه كولونز على الطبق كده انا شايفها. فالكولونز دي انا عايز اعرف البكتيريا اللي فيها قادره تطلع الانزيمز دي ولا لا، وبشوف الافكت البكتيريا على البروتينز، حاجه اسمها اندول تيست وحاجه اسمها يوريز وحاجه اسمها جيلاتينيز، وبشوف الافكت البكتيريا على حاجتين مع بعض، كربوهيدرات وبروتين. يعني ايه الكلام ده؟ انت عارف اكنك عندك بازل كده، او فكره البازل او فكره اللغز. يعني ايه؟ انت لما هتطلع مثلا هي اكزيس بوزيتيف، ده هي كواجليس بوزيتيف، ده هي يوريز نيجاتيف مثلا، خلاص ده الاورجانيزم الفلاني. فاحنا بنجرب البايكيميكال رياكشنز دي عشان في الاخر اقول ان البكتيريا دي هي كذا. خلاص عشان ادي العيان انتيبيوتيك البروبرلي الايه الكونديشن بتاعته ده. طيب هما كام كاتيجوري؟ زي ما قلنا هما ثلاثة. اول حاجه شويه انزيمز بشوف بيطلعوا البكتيريا ولا لا، ثاني حاجه بشوف الافكت البكتيريا على البروتين، ثالث حاجه الكومبايند افكت على البروتين والكربوهيدرات مع بعض. مين الانزيمز بتاعهم البكتيريا؟ كاتاليز تيست، اوكسيديز تيست، كواجليز تيست، جيلاتينيز تيست، يوريز تيست.
طب الافكت البكتيريا على البروتين، يعني بدي حاطه فيها بروتين بشوف البكتيريا ايه الافكت بتاعها عليه. واحد اسمه اندول تست والتاني اسمه يوريز والتاني اسمه جيلاتينيز. هتقولي يا دكتور طب احنا قلنا دلوقتي يوريز وجيلاتينيز قلناهم مع الافكت البكتيريا على البروتينز وقلناهم مره مع الانزيمز. هقول لك ايوه، احنا حاطين في الميديا بتاعت اليوريز تست والجيلاتينيز تست بروتينز، وانا بشوف الافكت البكتيريا عليهم خلاص. وفي نفس الوقت هي اصلا بكتيريا بتطلع انزيمز على الميديا دي، لما نيجي نشرحهم هتفهموا المقصود بها ايه خلاص. فهي بتقع تحت التو كاتيجوريز دول. طب وتالت حاجه، التالت حاجه قلنا احنا حاطين في ميديا بروتين وكربوهيدرات مع بعض خلاص، واحنا بنشوف البكتيريا الافكت بتاعها على الايه، على الميديا اللي موجود فيها بروتين وكربوهيدرات مع بعض. دول كام تيست؟ اتنين، واحد اسمه تريبل شوجر اير والتاني اسمه ليت ماس ميلك. تريبل شوجر اير من اسمه كده ايه، معناه ان عنده 3 شوجرز خلاص، وهنشوف الافكت بكتيريا عليه. والحاجه الثانيه اسمها ايه، ليت ماس ميلك. اول تيست عندنا يا دكاتره اسمه كاتاليز تيست. احنا عارفين ان عندنا في جسمنا حاجه اسمها immune system. الimmune system ده السيلز بتاعته بعضها بيطلع حاجه اسمها ايه، هيدروجين بيروكسيد اللي هو H2O2. ده عباره عن ايه، عباره عن فري راديكال. طب ليه جسمنا بيطلعه؟ بيطلعه عشان يموت البكتيريا، اكنه بيدافع عنك ضد البكتيريا. طيب بعض البكتيريا بقى هي برزست القصه دي، يعني ايه رزست الهيدروجين بيروكسيد؟ يعني هي عندها انزيم اسمه كاتاليز بيكسر الهيدروجين بيروكسيد بتاعك ده او السيلز بتطلعه بايه، لميه واكسجين خلاص، فاكنها ايه، ولا اثر فيها. طيب انا بقى عايزه اشوف البكتيريا اللي عندي دي هل بتطلع كاتاليز تيست ده او كاتاليز انزيم ده ولا لا. هنعمل ايه، هنجيب سلايد زي الصوره اللي على الشمال تحت دي، هجيب سلايد واحط عليها الكولوني. لو انتوا تفتكروا كده مع بعض خدنا في الجرام ستين اللي عملناها مع بعض، كنا وريناكم حاجه اسمها بكتيريولوجيكال لوب. قلنا لكم اللوب ده بناخده بنزرع بيه على الاطباق صح، هو نفس اللوب ده بناخده، اخد كولوني من الطبق وبحطها على السلايد، وبعدين بحط نقطتين كده هيدروجين بيروكسيد. لو لقيت حصل زي منظر على ليف سايد تحت ده، ايه المنظر ده، ايفرفيسنس. يعني ايفرفيسنس يعني البكتيريا عندها كاتاليز انزيم كسر الهيدروجين بيروكسيد لميه واكسجين، فالاكسجين دي عملت اير بابلز. عارفين منظرها عامل زي ايه، عارفين لما تيجي تفتحوا ازازه السبرايت الوايت بابلز دي، هي دي نفس المنظر ده خلاص. طب ايه ده على الرايت سايد تحت ده، ده كاتاليز نيجاتيف، ان انا جبت الكولوني حطيتها على السلايد وحطيت عليها الهيدروجين بيروكسيد، ايه اللي حصل، ولا حاجه، اكنك حطيت ميه ولا اي حاجه، مفيش ايفرفيسنس خلاص. يبقى كاتاليز تيست ايه البرنسيبل بتاعته، البرنسيبل ان انا بحط الهيدروجين بيروكسيد، لو البكتيريا عندها كاتاليز انزيم هتكسره لميه واكسجين اللي هو ايه، بيطلع لك في شكل منظر اير بابلز. طيب ايه الريزلتس، البوزيتيف ريزلت انك تلاقي رابد ابييرنس اوف جاز بابلز اللي هو ايه، اللي هي مكتوبه على تحتها دي كاتاليز بوزيتيف، اللي هو عباره عن ايه، عباره عن ايفرفيسنس كده، فوران. الفوران ده نتيجه ايه، الاكسجين ايه طلع، الرياكشن ده حصل ان الهيدروجين بيروكسيد اتكسر لميه واكسجين. طيب ايه اللي على الرايت سايد دي بقى كاتاليز نيجاتيف، لا ده هنا الاورجانيزم ما بيطلعش كاتاليز، وبالتالي ان انت ما حطيتش عليه هيدروجين بيروكسيد اكنك حطيت عليه ميه ما عملش ايه اي حاجه خلاص. يبقى عرفنا البرنسبل وعرفنا البوزيتيف شكله عامل ازاي والنيجاتيف شكله عامل ازاي. التست اللي بعد كده اسمه ايه، اسمه اوكسيديز تست. طيب هو ايه الاوكسيديز تست ده، ده عباره عن فلتر بيبر ملهاش لون عليها الريجنت خلاص. لو البكتيريا بتطلع سايتوكروم اوكسيديز انزيم، لما اجي المس بالفلتر بيبر دي الكولوني كده واسيبها بعد دقيقه دقيقتين، هبص الاقي اللي حصل ان الريجنت ده اتحول لبيربل كولر. طيب نفهم تاني كده، هو ايه البرنسبل، احنا جايبين فلتر بيبر، شايفين الصوره على الرايت سايد اللي هو مكتوب عليها اوكسيديز نيجاتيف دي، ده عباره عن ايه، عباره عن فلتر بيبر وموجود فيها الريجنت بتاعنا اللي هو اسمه ايه بقى، اسمه تترا ميثايل بولي فينيلين داي امين هيدروكلورايد. الاسم شويه صعب بس مش عليكم قوي الاسم، يعني هو الفكره اكتر ان عايز اعرف ان في حاجه اسمها اوكسيديز ريجنت، يعني مهم انك تعرف لي ان ده اسمه اوكسيديز ريجنت خلاص، ملوش لون كالورلس خلاص. ايه اللي بيحصل لما الفلتر بيبر اللي ملهاش لون دي المس بيها الكولوني، تمام، هي لو موجوده عندها سيتوكروم اوكسيديز انزيم بيتحول لايه، بتتحول لريجنت اسمه اندوفينول بيديني بيربل كولر،
يا البرنسبل ان في ري ايجنت احنا حاطينه على الفلتر بيبر، لما البكتيريا بتطلع سيتوكروم اكسيد انزيم بتحوله ل كومباوند تاني يعني لونه ايه؟ بيربل. طيب تعالى نبص كده على الصوره نشوف النيجاتيف والبوزيتيف فين. النيجاتيف اللي هو الفلتر بيبل دي لما لمست بيها الكولونيز ما غيرتش لونها زي ما هي، فعشان كده هي اكسيد نيجاتيف. طب اللي على الرايت سايد ده ايه؟ ان الفلتر بيبر لمست بيها الكولوني بس الكولوني دي كانت بتطلع سيتوكروم اكسيديز انزيم فلونها بقى ايه؟ بقى بيربل. يبقى عرفنا البرنسبل وعرفنا النيجاتيف عباره عن ايه؟ كلرلس. طب والبوزيتيف؟ لا، ان انا هشوف على الفلتر بيبر بقى لونها ايه؟ بيربل. التست اللي بعد كده اسمه ايه؟ كواجليستس. الكواجليستس ده فكرته ايه؟ بعض البكتيريا بتطلع حاجه اسمها كواجليز انزيم، ده بيحول الفايبرينوجين الموجود في البلازما لفايبرين، يعني بيعمل فيزيبل كلوت. خلاص. طيب انا انفيترو بشوف ازاي او بره جسمي انا يعني عايزه اشوف البكتيريا اللي معايا دي بتطلع الكواجليز ده ولا لا، هعمل ايه؟ هجيب تيوب واحط فيها بلازما، خلاص، واحط عليها البكتيريا اللي انا عايزه اشوفها بتطلع كواجليز ولا لا، وبعدين بحطها في الانكيبيتور خلاص حوالي 6 ساعات كده. تمام. خلال الست ساعات دول ببص عليها كل قد ايه؟ كل نص ساعة. هلاقي بقى لو طلعت ان هي كواجليز بوزيتيف معنى كده ان هي تحول الفايبرينوجين ده لفايبرين وتعمل فيزيبل كلوت. هلاقي منظرة زي الصورة اللي فوق دي، دي عبارة عن ايه؟ تيوب وموجود فيها كلوتين كده. عايز اتأكد مش شايفها كويس قوي، ميل التيوب شوية، التيوب شوية، ايه اللي هيحصل؟ هلاقيها ان هي ايه؟ ماسكة كده. طب اللي تحت دي، دي كواجليز نيجاتيف، التيوب ايه؟ جواها فلويد لسه زي ما هو. خلاص. يبقى البرنسيب بتاع كواجليز تيست ايه؟ بحاول هشوف بكتيريا عندها كواجليز انزيم بتحول الفايبرينوجين لفايبرين ولا لا. الكواجليز بوزيتيف عباره عن تيوب جواها كلوتنج، الكواجليز نيجاتيف تيوب موجود فيها فلاور. خلاص. قلنا فكرتها ازاي؟ ان انا بحط البلازما دي عليها ايه؟ عليها البكتيريا وسيبها في الانكيوبيتر 6 ساعات، كل نص ساعه ببص عليها لحد ما الاقي بقى فيها كلوتنج ولا لا. التست اللي بعد كده اسمه جيلاتينيز تيست. هو ايه جيلاتينيز تيست ده؟ عايزه اشرق اشوف البكتيريا بتطلع جيلاتينيز انزيم ولا لا. البرنسيب بتاعته ان انا هجيب ميديا موجود فيها جيلاتين. عارفين الجيلاتين؟ هي نفس فكره الجيلي. خلاص. هو ايه بقى الجيلي ده؟ الجيلي احنا كلنا عارفين ان هو طول ما هو بره الثلاجه بيبقى ايه؟ بيبقى فلويد ميديا عشان يجمد كده ونعرف ناكله ونحطه فين؟ جوه الثلاجه، صح؟ فبيجمد. هو الجيلاتين الميديا دي نفس الفكره، ان هو طول ما هو في التمبريتشر اقل من 24 بيبقى سوليد. يعني لو انت حطيته في التلاجة 24 فيما اقل يبقى ايه؟ سوليد. طيب لا، في الروم تمبريتشر او 24 اكتر من 24 يعني ده ايه؟ بيبقى فلويد ميديا. طيب لو البكتيريا قدرت تكسر الجيلاتين ده بيحصل ايه؟ ان فلويد او الميديا بتتنها فلويد، يعني بتحطها في التلاجة ما بتجمدش تاني. خلاص. فالبرنسبل ان انا هشوف الجيلاتين ده قدرت البكتيريا تطلع الجيلاتينيز وتكسره ولا لا. لما تكسره تحول امين اسيد فيبقى فلويد بقى. طب اتاكد منين؟ لو انا بعمل دلوقتي في المعمل اهو، حطيت الجيلاتين حطيت عليه بكتيريا، طب ما هو فلويد ميديا اصلا، صح؟ هو في الروم تمبريتشر كده. اتاكد منين بقى ان هي جيلاتينيز بوزيتيف ولا لا؟ احط في الثلاجه. خلاص. لقيته جمد يبقى هي جيلاتينيز نيجاتيف. لا، ده ما عملتش حاجه، ده هو زي ما هو. لا، ما جمدش، معناها ان هي جيلاتينيز بوزيتيف وقدرت تكسر الجيلاتين اللي جوه ده. خلاص. ولما حطيته في التلاجة ما جمدش تاني. طيب تعالوا نبص الصوره اللي عندنا كده. الصوره اللي فوق مكتوب عليها جيلاتينيز بوزيتيف ده ايه؟ التيوب لما شايفينها عامله ازاي؟ فلويد، يعني ما جينا مايلناها كده فلويد ميديا. طب التيوب اللي تحت دي جيلاتينيز نيجاتيف، انها ايه؟ سوليد ميديا. ده كان يعني معنى ايه سوليد ميديا؟ ليه؟ عشان احنا جربنا نحطها في التلاجة انها جمدت، ما تنتجش ايه؟ فلويد ميديا. هنا بيقول لك بقى ان الميديم استولد ات تمبرتشر بلو 24، زي ما قلنا طول ما هي اقل من 24 او حطها في الثلاجه بتسولد ميديا، اند فلويد اند ات تمبرتشر 24 اند ابوف، يعني فوق 24 هي دي فلويد ميديا. اف اورجانيزم برودوس جيلاتينيز، جيلاتين ميديم لوزز ابيليتي تو سوليديفاي ات تمبرتشر اقل من 24. يعني لو بكتيريا طلعت جيلاتينيز، الجيلاتين ميديا دي المفروض انها عندها الابيليتي انها ايه؟ لما بحطها في الثلاجه بتسولديفاي تاني، لا مش هتتجمد تاني بقى. خلاص. عشان افرق تو ديفرنشيت بين البوزيتيف رياكشن اند الهاي تمبرتشر افكت اون جيلاتين ميديم، اعمل ايه؟ احط الميديا ده فين؟
في التلاجة لمدة نص ساعة to ensure that it loses the ability to a to solidify. معناها ان انا لما احطه في التلاجة نص ساعة تاني مش هيتجمد بقى. طب اتجمد بهي جيلاتينيز ناجت خلاص. يبقى احنا عرفنا الميديا موجود فيه اي جيلاتين او جيلاتين شيتس يعني لو طلع الجيلاتينيز بتكسرها الاوانا اسيد. عرفنا ان البوست في شكله عامل ازاي اللي هو فلويد ميديا خلاص. حتى لما احطه في التلاجة زي ما هو بقى فلويد. طب النيجاتيف لا هو جامد خلاص. طب لو انا جبت لك جيلاتين موجود في الروم تمبريتشر كده هتعرف ان البوست ولا نيجاتيف؟ هتلاقيه فلويد ميديا. ما ينفعش اقول لي بوست ولا نيجاتيف ونحطه في التلاجة نص ساعه خلاص. جامد يبقى جيلاتينيز نيجاتيف. ما جمدش جيلاتينيز بوست خلاص. ايه كمان من الانزيمز بتطلع على البكتيريا؟ حاجه اسمها يورياز تيست. طيب هو ايه اليورياز تيست ده؟ عباره عن ميديا تمام حاطين فيها يوريا خلاص. لو البكتيريا بتطلع اليورياز هتكسر اليوريا دي لامونيا وكربون دايوكسيد ووتر. طب انا ازاي هتشوف ان حصل تشينج في الميديا؟ حاطين انديكيتور. عارفين ايه انديكيتور؟ يعني حاجه بتغير لونها مع تشينج البي اتش بتاعت الميديا. حاجه بتغير لونها لما البي اتش بتاعت الميديا بتتغير. اسمه ايه الانديكيتور؟ اسمه فينول ريد انديكيتور خلاص. طيب فدلوقتي عندي لو انا عندي البكتيريا طلعت اليورياز هتكسر اليوريا اللي قلنا الايه امونيا كربون دايوكسيد اند ووتر. الامونيا دي بتغير الميديا من ايه الالكالاين ميديا. مين بيحس بالقصه دي وانديكيت القصه دي؟ الفينول ريد انديكيتور. فيغير لون الميديا من اليلو لبينك ايه لبرايت بينك. طيب تعالوا نبص كده على الصوره. ادي اللي على الليفت سايد ده اللي هو اليورياز نيجاتيف شكله عامل ازاي؟ يلو. اللي على الرايت سايد ده اليورياز بوزيتيف شكله عامل ازاي؟ بينك. يبقى عرفنا ان البرنسيبل ان انا حاطه ايه في الميديا؟ يوريا. لو البكتيريا بتطلع يوريز ايه اللي هيحصل؟ هتكسر الامونيا كربون دايوكسيد ووتر. ايه كمان موجود في الميديا غير اليوريا؟ الفينول ريد انديكيتور خلاص. بيغير لونه امتى؟ لما الميديا تبقى الكلاين بي اتش بالامونيا هيتغير من يلو لايه لبينك. شكل البوزيتيف والنيجاتيف عرفناه عامل ازاي؟ النيجاتيف شكله ايه؟ يلو خلاص. البوزيتيف بينك خلاص كده. الكاتيجوري اللي بعد كده اللي هو الافكت البكتيريا على البروتينز. احنا خلصنا اللي هو الكاتيجوري الاولاني اللي هو بشوف الانزيمز بتطلع البكتيريا ولا لا اللي هما كانوا مين كده راجعوا معايا الكاتاليز صح والكواجليز الاوكسيديز الجيلاتينيز واليورياز. كنت بشوف كل في كل تيست هل البكتيريا بتطلع انزيم بتاعه ده ولا لا خلاص. الكاتيجوري الثاني ايه بقى؟ ان انا حاطه في الميديا بروتينز اشوف بقى البكتيريا بتشتغل بروتينز ده ولا لا. هما كام واحد؟ ان دول تست وايه يوريال جست وجيلاتينيز تست خلاص. احنا هنشرح ان دول ان احنا اوريدي خلاص شرحنا جيلاتينيز والايه واليوريز تمام. طيب هنتكلم بقى على الاندول. الاندول ده ايه الكونتنت بتاعه الميديا؟ اعتقد سمعت في كلتشر ميديا كلمه بيبتون ووتر خلاص. البيبتون ووتر ده عباره عن ايه؟ عباره عن ميه موجود فيها بروتينز تمام. فمن ضمن البروتينز ده امينو اسيد اسمه ايه بقى؟ اسمه تريبتوفان امينو اسيد. امينو اسيد اسمه ايه؟ تريبتوفان امينو اسيد. طيب فاحنا جبنا التيوب اللي موجود فيها البيبتون ووتر اللي هي موجود فيها يعني ايه تريبتوفان امينو اسيد. لو البكتيريا دي بتقدر تعمل سبليتنج للامينو اسيد اللي اسمه تريبتوفان بتطلع حاجه اسمها كومباوند اسمه ايه؟ اندول خلاص. فانا الميديا عندي لونها شايفين اللي هو لتر بي ده الصوره اللي موجود عليها لتر بي. هي الميديا النيجاتيف شكلها كده عباره عن ايه؟ عباره عن تيوب يلو خلاص. وبعدين احنا تاني يوم بقى بنحط ريجنت. يعني انا اول يوم بجيب الميديا بتاعتي اللي هي موجود فيها بيبتون ووتر اللي هي موجود فيها يعني تريبتوفان بحط عليها مين؟ البكتيريا بتاعتي. وبعدين اسيبها يوم في الانكيبيتور. هاجي تاني يوم اعمل ايه؟ بنحط ريجنت معين هو مش كاتب لكم اسمه هنا خلاص. الريجنت ده بياخد الاندور رينج او الاندور كومباوند ده لما موجود بيرفعه فوق على السيرفيس يعني بيبينه لك يعني خلاص. في حاله الاندول نيجاتيف هلاقي الريجن ده بقى لونه يلو يعني اوكي. طب في حاله الاندول بوزيتيف بقى لونه احمر كده خلاص. يبقى ايه البرنسبل؟ انا عايز اعرف البكتيريا بتشتغل بروتينز ولا لا. مين البروتين ده؟ التريبتوفان امينو اسيد. بتعمل له سبليتنج وتحوله لكومباوند او تعمل كومباوند اسمه ايه؟ اندول. طيب احنا بنعملها ازاي؟ بنجيب التيوب اللي هي بتون ووتر دي ونحط عليها البكتيريا ونسيبها تاني يوم في الانكيبيتور.
حاجه تاني يوم اخد التيوب احط عليها ريجنت، لقيت الرنج دي بقت لونها يلو، لا ده نيجاتيف، لونها احمر كده بوست ريد كده، يبقى ايه اندول بوست. خلاص يبقى احنا كده خلصنا الافكت بتاع البروتينز. ادي الاندول اهو البرنسيب بتاعته اهي، ان انا بشوف هو شغال على التريبتوفان ولا لا، وشفنا شكل البوزيتيف والنيجاتيف. خلاص وخدنا اتنين قبل كده اللي هما مين اليوريز والجيلاتينيز. خلاص يبقى ناقصنا مين الكاتيجوري التالت. الكاتيجوري التالت ده مهم قوي دكاتره، اللي هو حاجه اسمها تريبل شوجر ايرون. انا بشوف هنا ايه الافكت بكتيريا على ميديا موجود فيها بروتين وكربوهيدرات مع بعض. خلاص طيب من اسمه كده تريبل شوجر ايرون، يعني موجود في كام شوجر 3 وموجود في ايرون ليه؟ عشان اشوف حاجه اسمها الاتش تو اس برودكشن. خلاص طيب البرنسيبل ايه؟ انا بشوف الافكت البكتيريا على 3 شوجرز، مين دول بقى؟ جلوكوز لاكتوز سكروز. خلاص وبشوف الافكت البكتيريا على هل هي دي تطلع حاجه اسمها اتش تو اس برودكشن ولا لا. يبقى البرنسيبل حاجتين، بتشتغل على شوجرز ولا لا، بتست فور اتش تو اس برودكشن. تعال نفهم الكلام ده. بصوا معايا على الصوره كده، مكتوب حاجه اسمها بط، ومكتوب على الحته المايله دي سلانت. البط ده في الميديا حاطين ايه؟ في البط دي حاطين جلوكوز، حاطين ايه؟ جلوكوز. لو البكتيريا قدرت تعمل فرمنتيشن للجلوكوز، يعني تشتغل على جلوكوز، هلاقي الجزء اللي تحت ده بدل ما هو احمر كده بقى اصفر، معناها انها عامل فرمنتيشن اوف جلوكوز. خلاص طيب السلانت ده حاطين فيه ايه بقى؟ السلانت ده حاطين فيه الاثنين شوجرز الباقيين، اللاكتوز والسكروز. خلاص طول ما هو احمر كده يبقى هي مش عامله فرمنتيشن للاكتوز والسكروز، لا لقيته بقى اصفر يبقى عامل فرمنتيشن للاكتوز والسكروز. فانا بلاقي اما كله اصفر معناه عامل فرمنتيشن للايه للثري شوجرز، اما الاقي بس تحت الايه الاصفر معناه عامل فرمنتيشن للجلوكوز بس. طيب ايه كمان بشوفه غير الفرمنتيشن؟ بقول هي فرمنت الجلوكوز او اللاكتوز او السكروز وات ايفر هتبقى انهي حاجه، اسيد اونلي ولا اسيد اند جاز؟ يعني ايه اسيد اونلي اسيد اند جاز؟ يعني هل هي عامل فرمنتيشن غيرت لون الميديا بس من الاحمر للاصفر من غير ما تعمل حاجه تانية، ولا طلعت جازز كمان؟ طب انا هبص على الجازز دي ازاي؟ هنشوفها ازاي؟ هقولها لكم السلايد اللي جاي هنشوفها مع بعض. هلاقي الميديا من تحت كده ما بين التوب وما بين الميديا من تحت بقى في فراغ هوا، ده الجازز. يا اما الاقي الميديا من النص كده متكسره. خلاص يبقى انا عندي كذا حاجه، يا اما ان الاقي البط بس اصفر معناها عامل فرمنتيشن اوف جلوكوز بس، البط اصفر ومعايا حته فاضيه تحت يبقى فرمنتيشن اوف جلوكوز اسيد اند جاز، لا ده عامله فرمنتيشن لكل التيوب يعني البط والسلانت يبقى 3 شوجرز اسيد اونلي، عامله فرمنتيشن ل 3 شوجرز بس شايف في هواء تحت بين التيوب وبين مين الميديا، يبقى ايه 3 شوجرز اسيد اند جاز. خلاص اما يبقى في كراكنج كده في الميديا، دي اول حاجه هشوف هيشتغل على الشوجر ده ولا لا، او اللي هو كربوهيدرات ده يعني ولا لا. الحاجة التانية هشوفه بتطلع اتش تو اس ولا لا. ازاي بقى؟ هي البكتيريا لو ان عملت اتحدت مع الصوديوم سايسلفيت، احنا حاطين في الميديا دكاترة حاجة اسمها صوديوم سايسلفيت، شايفين مكتوب حاجة اسمها ذا ميديوم كونتين جلوكوز لاكتوز سكروز، موجود مين كمان؟ فينول ريد انديكيتور. حد فاكر كده سمعناه فين؟ سمعناه في اليوريسيست. يبقى احنا عندك الانديكيتور ده سمعناه مرتين لازم تبقى عارف مكانهم، هنا في التيس اي وسمعناه فين؟ في اليوريز تيست. خلاص اللي بعد كده صوديوم سايسلفيت، خلاص ده حاطينه فين؟ حاطينه في الميديا عشان لو البكتيريا اتحدت معاه هتطلع حاجه اسمها اتش تو اس. الاتش تو اس بقى بيتحد مع الايرون ده اللي هو فيروس سلفيت ويديني اللون البلاك. تاني حاطين صوديوم سايسلفيت، لو البكتيريا اتحدت عليها هتطلع ايه دكاتره؟ هتطلع اتش تو H2S. ال H2S ده لو اتحد مع فيروس سلفيت بيعمل هو الايرون بيعمل بلاكنج. يبقى لازم تبقى عارف الميديا موجود فيها ايه، موجود فيها شوجرز اللي هم جلوكوز لاكتوز سكروز، موجود فيها انديكيتور اسمه ايه؟ فينول ريد انديكيتور، قلنا فين قبل كده؟ في اليوريسيست. موجود فيه كمان صوديوم سايسلفيت وفيروس سلفيت، دول عشان اشوف هي بتطلع H2S production ولا لا. البرنسبل ان احنا بنشوف الافكت بتاعها على الشوجرز اللي هم الجلوكوز واللاكتوز والسكروز، وبنشوف بيطلع اتش تو اس ولا لا. في السلايد اللي جاي هنعرف بقى شكلها بيبقى عامل ازاي. بص يا دكاتره هنا التريبل شوجر ايرون بيقول لك ايه بقى، انتربريتنج ذا ريزلتس.
بيقول لك لو انت لقيت الجزء اللي تحت ده if glucose fermented، هتلاقي ان الجزء اللي تحت اللي هو البط ده بقى يلو. لو اللاكتوز والسكروز حصل لهم fermentation، هلاقي ان السلانت ده بقى يلو. طب ما حصلش، هلاقي السلانت ده بقى ريد. ما حصلش تحت جلوكوز فرمنتيشن، هلاقي البط ده بقى ايه؟ ريد. يبقى احنا نعرف ان النيجاتيف ريد لو عمل فرمنتيشن يلو، ايا كان بقى مكانه تحت يبقى جلوكوز بس، مكانه فوق لاكتوز وسكروز كمان. خلاص الصوره اللي جايه هتوضح لنا اكتر الموضوع ده. بص بقى يا دكاتره، شايفين التيوب اللي موجوده على اللفت سايد دي؟ دي اللي هو تيس اي نون انكوليتد، يعني مش حاطين فيه حاجه. خلاص شايفين بقى لتر ايه؟ لتر ايه ده؟ ايه بقى اللي حصل؟ البط شايفينه اتغير لونه ولا زي ما هو؟ بقى يلو، معناها عمل فرمنتيشن اوف جلوكوز. طب والسلانت كمان بقى يلو، يبقى عمل فرمنتيشن اوف الجلوكوز واللاكتوز والسكروز. طيب ويز اسيد اونلي ولا اسيد اند جاز؟ شايفين التكسير اللي في الميديا؟ شايفين كمان السبيس اللي تحت ده اللي هما بين التيوب وما بين الميديا ده عباره عن ايه؟ عباره عن جاز زقت الميديا لفوق، وكمان عمل كراكنج، كسر يعني في الايه؟ في الميديا. يبقى هنا هقدر اقول ايه؟ عمل فرمنتيشن اوف 3 شوجرز اللي هو الجلوكوز واللاكتوز والسكروز، ايه؟ ويز برودكشن اوف اسيد اند جاز. خلاص طيب تعال نبص على اللتر بي كده. الاخبار البط اخباره ايه؟ اصفر. طب والسلانت؟ اصفر. معناها فرمنتيشن لايه؟ للثري شوجرز. اسيد اونلي اور اسيد اند جاز؟ اسيد اونلي، لاني مش شايف ايه اي جاز في الميديا. تعال نبص على لتر سي. لتر سي تقدر تقولي ده ايه اللي تحت ده؟ ايه اللي حصل اللي تحت ده؟ البط ماله بقى اصفر. طب السلانت؟ لا ده احمر، معناها ان عامل فرمنتيشن اوف مين؟ اوف جلوكوز. طيب اسيد اونلي اور اسيد اند جاز؟ اسيد اونلي، ان مش شايف اي جاز ايه في الميديا. طب لتر دي؟ لتر دي انا شايفه ان اللاكتوز والسكروز ما حصل لهمش حاجه، يعني ما اشتغلتش عليهم. السلانت لونه احمر زي ما هو. طب الجزء اللي تحت ده ليه اسود كده؟ عشان طلعت H2S production. خلاص بس عارفين معلومه كده صغيره، ان عشان يطلع H2S اصلا لازم تكون الميديا اسيدك، يعني لازم تكون عامل فرمنتيشن لاي شوجر. فهي غالبا عامل فرمنتيشن هي للجلوكوز، بس مش باين عشان H2S مغطي عليه. خلاص يعني هي عامله هنا فرمنتيشن جلوكوز خلاص، وطبعا مش مطلعه جازز. طب وليه الاتش تي اس ليه اسود كده؟ عشان هي عامله اتش تي اس برودكشن، بس الاتش تي اس دي مغطيه على الجلوكوز فرمنتيشن. فاهمين؟ طيب نمبر لتر ايه بقى؟ لتر ايه دي نون فرمنتور، يعني ما عملتش فرمنتيشن، ما غيرتش اي لون، لا البط اتغير اللي هو جلوكوز ولا السلانت اللي هو اللاكتوز والسكروز اتغير. يبقى مهم قوي في التيس اي تبقى عارف الانتربريتيشن بتاع الريزلت بتاعته. لما اجيب لك تيوب خلاص كلها اصفر، معناها 3 شوجرز فرمنتيشن. محتاجه اركز في حاجه، هي اسيد اونلي والاسيد اند جاز. اما ابص على ايه؟ ابص على التيوب من تحت، والله في فراغ بين الميديا والتيوب، يبقى اسيد اند جاز. لا مفيش فراغ، يبقى اسيد اونلي. زي لتر بي، يا اما الاقي لتر سي اللي هو ايه؟ الجلوكوز، يعني عمل فرمنتيشن الجلوكوز بس، وبالتالي البط بس هو اللي اصفر. طب لتر دي الجلوكوز فرمنتيشن، يعني عمل فرمنتيشن اوف جلوكوز ويز ايه؟ H2S production. letter E non ferment. خلاص مهم انت عارف عندك خمس حاجات في الانتربريتيشن بتاع مين؟ بتاع التيس اي. خلاص letter E no sugar fermentation. الحاجة التانية دكاترة في الافكت في البكتيريا على البروتين والكربوهيدرات مع بعض هو الليتمس ميلك. الليتمس ميلك ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن يعني الميديا بتاعته موجود فيها ايه؟ موجود فيها حاجتين، الشوجر اللي هو اللاكتوز شوجر، والكازين اللي هو البروتين. ده اللبن بتاعنا. خلاص اللبن موجود فيه ايه؟ كازين ولاكتوز. انا هشوف بقى البكتيريا اشتغلت على اللاكتوز اللي هو الشوجر ولا لا، واشتغلت على البروتين اللي هو الكازين اللي هو البروتين ولا لا. الميديا موجود فيها ايه؟ موجود فيها ميلك سكان ميلك، وموجود فيها الليتمس ميلك انديكيتور. طيب احنا كده في السكشن ده ذكرنا كلمه انديكيتور 3 مرات، مره في اليوريز والتيس اي اللي هو كان مين؟ الفينول ريد انديكيتور، ومره في اللاتمس ميلك اللي هو اللاتمس ميلك انديكيتور. خلاص شكل النيجاتيف تيست او النيجاتيف لاتمس ميلك ده بيربل، عباره عن ايه؟ ميديا لونها بيربل، دي اللي هو اللاكتوز اللاتمس ميلك من غير ما احط فيه لا بكتيريا ولا حاجه. خلاص انا عايز اشوف ايه؟ هشوف الافكت اوف بكتيريا على اللاتمس ميلك.
بص بقى يا دكاتره، هنا interpreting riddles. okay letter A شايفينه ده ايه؟ ده التيوب اللي هي purple، ده معناها ان litmus milk مش حاطين عليه حاجه لسه خلاص. طيب letter B، letter B البكتيريا، انا حاطه بقى هنا حطيت بكتيريا. البكتيريا اللي موجوده في letter B عملت ايه؟ عملت lactose fermentation خلاص، او acidification. acidification ده لونها بقى ايه؟ بقى pink. يبقى letter B اسمها acidification او lactose fermentation، لونها ايه؟ pink. انت عندك ثلاث حاجات في litmus خلاص. letter C، letter C هي عملت fermentation للاكتوز برضو، بس ايه؟ بس طلعت acid gas، يعني طلعت gases. فالgases دي عملت clotting للكازين، عارفين يعني خلت الكازين ده يحصل له coagulation كده، فهتلاقوها لونها pink بس من جلط شوية. ماشي. letter D بقى حاجة اسمها litmus milk bleaching، يعني هلاقي tube لونها وايت، اكنك حاطط فيها لبن كده لونها وايت خلاص. ده عباره عن ايه؟ litmus reduction خلاص. يبقى litmus milk البرنسبل بتاعته ها ان انا اشوف البكتيريا اشتغلت على اللاكتوز اللي هو الشوجر اللي في الملك والكازين ولا لا خلاص. موجود في ايه؟ موجود في litmus milk indicator، موجود في السكاند ملك. طيب ال 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 الحاجات اللي انا الريزلتس ممكن الاقيها، يا اما هلاقيها بيربل، ده معناه ان هي لسه ما حطتش عليها حاجه، فهلاقيها بقى بينك معناها acidification للاكتوز خلاص، او لاكتوز فرمنتيشن. letter C ده عملت لاكتوز فرمنتيشن وكلوت فورميشن كمان خلاص. letter D ده litmus milk bleaching او whitening، خليته ابيض، اسمها litmus reduction، ما عملتش فرمنتيشن خلاص. دي بعد كده letter O هنعرفه ان بكتيريا واحده بس هي اللي بتعمل litmus milk bleaching دي. تمام. يبقى ركزوا في الصوره، البيربل ما فيش حاجه، البينك ده اللي هو acidification، البينك ومعاه clotting ده الايه؟ clot formation، والايه bleaching اللي هو letter D ده اللي هو لونها ابيض. طيب احنا كده خلصنا تقريبا اللي هو ازاي بنشوف biochemical reactions، اللي هو effect البكتيريا على البروتينز، effect البكتيريا على البروتين والكربوهيدرات مع بعض، وقلنا في enzymes بكتيريا بتطلعها، شرحنا كل حاجه فيهم، كل كاتيجوري فيهم، وعرفنا زي ما قلنا اهم حاجه البرنسبل، وتعرف البوزيتيف شكله عامل ازاي والنيجاتيف شكله عامل ازاي خلاص. المهم اول انت عارف البوزيتيف شكله ازاي والنيجاتيف شكله ازاي عشان تبقى عارف التست لما اجي اوريك صورته يعني خلاص. طيب في حاجه اسمها commercial modification of traditional biochemical test، ده عباره عن ايه؟ بدل ما بقى نعمل ازايز وتيوبس ونعمل القصه دي، قال عملوا كده اختراع اسمه الاي بي اي. الاي بي اي ده analytical profile index، زي ورقه كده خلاص. الورقه دي موجود فيها، شايفين السيركلز دي او التيوبس الصغننه دي، دي موجود فيها ميديا dehydrated. يعني ايه dehydrated؟ يعني مش حاطين فيها ميه. بعدين احنا بنطلعها من الكيس بتاعها ونحط بقى فيها البكتيريا suspension بتاعي، يعني لما اجي اخد من الطبق كده كولونيز احط عليها بروف اللي هو suspension يعني، واحنا شفنا مع بعض ازاي بنعمل suspension خلاص. واخده احطه في الميديا اللي عندي دي، هي اصلا شكلها ما كانش بيبقى فلويد، كان شكلها بيبقى درايد ميديا خلاص. احنا بنحط عليها بقى suspension بتاعي فشكلها يبقى فلويد، وبدي يحصل ايه؟ يحصل كارل تشينج ده. طيب احنا بقى هنشوف بقى هي كاتاليز بوزيتيف ولا لا، واكتشف الكلام ده عن طريق نيوميريكال نمبر. النيوميريكال يعني لو هي طلعت تيوب نمبر 1 دي هنديها 1، نمبر 2 دي بنديها 2، نمبر 3 بنديها 4، فالمجموع هنا 5 يبقى دي بكتيريا فلانيه. تمام. فبطريقه نيوميريكال كده اللي جاي معاها تشارت اصلا يقول لك لو نمبر كذا نمبر كذا يبقى دي بكتيريا فلانيه خلاص. انتوا عليكم تعرفوا ايه؟ تعرفوا ان في حاجه اسمها دي موديفيكيشن للتراديشنال بايوكيميكال تيست، يعني التيست اللي احنا عملهم التقليديين دول، دي موديفيكيشن ليها كاسهل، بدل ما نعمل بقى تيوبس والكلام ده، لا دي ورقه كده عباره عن ميديا درايد نحط فيها البكتيريا سسبنشن، وهو بقى ايه بالارقام دي بنقرا الايه الريزلتس بتاعتها. اسمها ايه؟ اسمها الاي بي اي اناليتيكال بروفايل اندكس خلاص. مهم تبقى عارف بس طريقتها كده واسمها. تمام. طيب بكده دكاتره احنا بقى وصلنا لاخر سكشن، يا رب تكون فهمته. السكشن يعني هو سكشن بسيط، لو يعني حاولوا تقروه على طول بعد ما تسمعوه كده، وان شاء الله تلاقوا الموضوع سهل. هم زي ما قلنا بايوكيميكال اكشن ده حاجه بسيطه، ده عباره عن 3 كاتيجوريز من التستات بنعملها. ذاكر كل تيست كده وان شاء الله هتلاقي الدنيا سهله، ولو عندكم اي سؤال احنا معاكم يعني خلاص.
انا بقى اسالكم اسئله كده، احنا عاملين كويس صغير وايه نحله مع بعض. هنعرف what is the name what type what principle of ايه of the test. اول تيست اللي على الليف سايد ده ايه يا دكاتره؟ ده اللي هو ايه الكاتاليست تيست، اللي هو عامل زي السبرايت الايفرفيسنس صح. ده كان عباره عن ايه الكاتاليست تيست ده؟ ان احنا كنا بنجيب الكولوني نحطها على السلايد وحط الهايدنبرغ سايد، لو عمل ايفرفيسنس تبقى كاتاليز بوزيتيف، ما عملتش يبقى كاتاليز نيجاتيف. اللي احنا كنا بنشوف بكتيريا بتطلع كاتاليز اللي بيكسر الهايدنبرغ سايد ولا لا؟ خلاص. طب ايه التيست اللي في النص ده؟ ده اليورياز تيست ماشي. الليلو هو النيجاتيف والبينك ده البوزيتيف. كنت بشوف البكتيريا عندها القدره انها تطلع يورياز وتكسر اليوريا الامينو الامونيا وكربون دايكسايد ووتر ولا لا. ولما كانت بتكسرها كان بيحصل تشينج في ايه، في البي اتش الالكالين بي اتش خلاص. وكان مين بيدكت القصه دي؟ الفينول وورد انديكيتور بيحاول يمد للون البينك. طيب اللي على الرايت سايد ده ايه؟ التي اس اي صح. اول تيوب كده من ناحيه الليفت سايد ايه؟ التي اس اي عامله 3 شوجرز، وفي تحت شايفين المنظر ده الجازز صح. طب اللي بعديها فيرمنتيشن اوف جلوكوز اسيد اونلي، واللي بعديها فيرمنتيشن اوف جلوكوز ومعاها ايه الاسود ده بقى؟ الاتش تو اس برودكشن، والاخيره دي نون فيرمنتور. بكده يا دكاتره يبقى وصلنا لاخر السكشن. يا رب تكون فهمتوا السكشن كويس، وزي ما قلت لكم لو في اي اسئله احنا معاكم. شكرا يا دكاتره لاستماعكم. شكرا.